حفل خاص كما يقول لك الاخوه القطريين. وبالنسبه لنا كما يقول لك شرف كبير. دوماج ما كاش هنا كما نقولوا حنا في كاس العالم هذه، سينو كانت تجي حلوه اكثر واكثر. ونتمنوا التوفيق لكل المنتخبات، سي بوليتيك والفوتبول مونديال، يعني لازم يكونوا انتقادات، لازم يكونوا ايجابيات سلبيات. انا نظن قطر يعني موجوده كل الظروف باش تخرج هذه كاس العالم يعني في القمه. الجزائر تثبت للمره الالف مساندتها دوله وشعبا لهذا البلد الشقيق قطر التي ستكون عاصمه العالم خلال ايام قليله من خلال احتضان كاس العالم. الحمله غير بريئه، هي حملة منظمة من طرف لوبيات وعصابات أوروبية وغربية لم تستصغي أقول نجاح قطر.